كلام له عليه السلام وقد سأله ذعلب اليماني: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال عليه السلام: ويلك يا ذعلب، لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. معروف بالدلالات، منعوت بالعلامات، لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس. يا ذعلب، إن ربي قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، ظاهر لا بتأويل مباشرة، متجل لا باستهلال رؤية، بائن لا بمسافة، قريب لا بمدانات، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، درواك لا بخديعة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، عظيم العظمة لا يوصف بالعظام، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، سميع لا يوصف بآلاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة، قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء فلا يقال له بعده. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها، ولا بائن عنها، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدر لا بحركة، لا تحوي الأماكن ولا تضمن الأوقات ولا تحده الصفات ولا تأخذ السنوات. سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله، كان ربا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. تعنو الوجوه لعظمته، وتجب القلوب من مخافته، وتتهالك النفوس على مراضيه.